واحنا في البريفنج واحد من الشباب شاف دخان، المركب جاء رابط علينا، المركب اصلا يعني بيننا وبينه حوالي 50 متر. واحد من الشباب قال في دخان خفيف، وخلال يمكن دقيقه او دقيقتين لقينا الدخان صار ابيض ثقيل، بعدين صار اسود وولعت النار يعني بزياده وسريع جدا، لان الصبح كان في شويه هواء. ما فلنا ولا شو اسمه؟